السلام عليكم، عاملين ان شاء الله تكونوا كويسين. خلاص كده وصلنا لاخر فيديو من كورس دارت، والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى اول فيديو في كورس فلاتر. تمام، ان شاء الله الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نثبت الفلاتر اس دي كي او الحزمه بتاعه الاس دي كي بتاعه فلاتر، نهائي بيئه العمل، اندرويد ستوديو، الايميليتور، الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي ان شاء الله نشرحها بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. تمام، طيب فخلينا نبدا على طول. النهارده هناخد حاجه اسمها اوفر رايت وحاجه اسمها ابستراكت. تمام، هنعمل كلاس شباب من نوع ابستراكت. تمام، طيب ايه هو الابستراكت؟ خلينا نوضح كل حاجه. تمام، ابستراكت كلاس. تمام، وهنتكلم برضو عن الاوفر رايت. اوفر رايت بالشكل ده. تمام. طيب اول حاجه هنقول مثلا كلاس عادي جدا، كلاس ده هيكون اسمه مثلا جيمز. اوكي، خلينا ننزل تحت كده ونقول برضو نكمل كلاس عادي جدا. طيب قبل الكلاس بنيجي بس نحط ابستراكت كده، خلاص ده بقى ابستراكت كلاس بالشكل ده كده، ابستراكت اهي ظهر. تمام، طيب ابستراكت كلاس شباب. طيب الكلاس الابستراكت ده ايه فكرته؟ بيبقى كلاس منظم شويه، ادفانسد كلاس، بتقدر ان انت توزع فيه الاوبجكتس زي ما انت عايز، تستبعد اوبجكت مثلا، تحدد اوبجكت معينه، مثلا عندك اكتر من اوبجكت بقيم مختلفه تقدر ان انت تصنفهم او تشغل اوبجكتس معينين لما يرن الكود او كده، وحاجات معينه ترن وحاجات معينه لا، يعني بتنظم بيه الكود شويه. ده هنفهمه لما نتعمق في الموضوع، او في حاجه ثانيه اسمها انترفيس كمان ان شاء الله هناخدها في الفلاتر بقى لما نتعمق شويه، لان كل الحاجات دي بتبقى مكريتها جاهزه، بس احنا هناخد الحاجات اللي تهمنا عموما في الفلاتر. تمام، طيب بس كل اللي انا عايزك تعرفه ان الابستراكت كلاس ده بيكون كلاس يعني ادفانسد شويه، منظم شويه عن الكلاس العادي. تمام، طيب عملنا الكلاس، هنعمل كمان كلاس تاني هيكستند منه، كلاس مثلا جيمز مثلا او بابش مثلا. الكلاس ده هيكستند مثلا من الكلاس بتاع جيمز. تمام، الاقواس بتاعتنا. تمام، يبقى كده احنا عندنا كلاس، احنا كده عندنا كلاس شباب. تمام، ابستراكت كلاس بيتكون من فانكشن عادي جدا، وعندنا تاني برضو كلاس هيعمل اكستند او انهيرتنج من الكلاس اللي فوق، هيعمل وراثه منه، يعني لعبه بابج دي هتبقى موروثه من الجيمز. تمام، طيب خلينا كمان بالمره نعمل void main عشان ننجز الدنيا ونبدا واحده واحده كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي حلقه النهارده. اوكي تمام، طيب احنا كده عملنا اول حاجه ابستراكت كلاس. الكلاس ده هيكون عن ايه؟ عن الجيمز. مثلا خلينا نعمل فانكشن مثلا ونسميها نيم مثلا يعني. تمام، طيب وهنبدا نعملها بالشكل ده كده، وهنيجي نديها داتا. الداتا دي هتكون مثلا برنت مثلا الجيم نيم، ونقول ان النيم بتاع اللعبه دي مثلا هيكون بيساوي مثلا ببجي مثلا موبايل بالشكل ده كده. طبعا ببجي زهقت مني. تمام، طيب فهنيجي هنا نعمل السيمي كولون بتاعتنا. احنا كده عملنا فانكشن، خلينا نعمل كمان فانكشن بقى عن التايب. هنقول void مثلا برضو تايب بالشكل ده كده، والفانكشن دي برضو هيبقى فيها برنت مثلا. اوكي، بعد كده هنقول التايب بتاع اللعبة، هنقول تايب بالشكل ده كده، بعد كده هنقول ان هي لعبة اكشن مثلا. تمام، طيب جميل كده، لحد كده كويس والدنيا واضحه ومفيش حاجه جديده. تمام، في الكلاس ده بقى احنا هنعمل حاجه اسمها اوفر رايد. طيب اوبا، ايه الكلام الجديد ده؟ اقول لك ده الكلام الاخير في الكورس يا معلم، خلاص مفيش حاجه تانية بقى، خلاص احنا هناخد النهارده اوفر رايد وسوبر وخلاص على كده. تمام، هناخد مثال تاني على سوبر، احنا خدناه في الحلقه اللي فاتت كمان. طيب فخلينا نيجي هنا مثلا نعمل الاول الاوفر رايد، احنا بنعمله ازاي او بنعرفه ازاي؟ والله يا سيدي انا عملت هنا فانكشن عن النيم واديت لها نيم. تمام، عملت فانكشن تاني عن التايب واديت لها التايب. طيب لو انا عاوز احط شويه بهارات كده على الفانكشن بتاعه التايب، بمعنى ان انا مثلا عايز احط النيم مع التايب واحط عليهم مثلا داتا تانية، يعني عايز احط مثلا كلمه تانية مثلا فوق التايب، احط مثلا سايز الحجم بتاعها خليه مثلا 10 ميجا بايت، 20، 200 كده يعني. تمام، طبعا ببجي بقت 4 جيجا دلوقتي. المهم فاحنا دلوقتي عايزين نحط حاجه او شويه بهارات تانية او حاجات اضافيه فوق الفانكشن دي من غير ما كريت فانكشن جديده. تمام، فهنا هعمل حاجه اسمها اوفر رايد. بس خلينا الاول نعمل void فانكشن عاديه، وهتكون الفويد دي جو تو كلاس. اوكي، جاهزه اهي. تمام، وهنعمل هنا ايه بقى؟ برنت مثلا ونقول
مثلا extended مثلا بالشكل ده كده، تمام extended تمام. طيب اللي هو يعني ايه، راحت للكلاس الاساسي اللي هو فوق اللي هو ده، تمام الابستراكت كلاس. عشان بقى نيجي نعمل اوفر رايت هنعمله في الاكستند كلاس، الكلاس اللي هيورث من الكلاس الاساسي اللي هو ده كده، تمام. طيب فهنعمل اوفر رايت ازاي يا شباب؟ هنيجي هنا بعد الاقواس بتاعه الفانكشن عادي جدا، وهنبدا ننزل وهنعمل علامه ات، بعد كده هنقول اوفر رايت بالشكل ده كده، اوفر رايت بالشكل ده تمام. بعد كده هنقول void، بعد كده game مثلا طيب خلينا نعمل للtype مثلا تمام، طيب اللي هي دي كده ايه بالشكل ده كده، function عادية جدا جوه ال override خد بالك تمام. طيب عملنا override بعد ال function دي جوه ال class ده اللي احنا عملنا له extend. بعد كده هنيجي نحط الداتا بتاعتنا، الداتا بتاعتنا هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن ان احنا هنستخدم super تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل اكسس من السوبر على التايب، وهنعمل اكسس من السوبر تاني برضو على النيم تمام، دوت نيم بالشكل ده كده تمام تمام طيب احنا كده اكسسنا على النيم وعلى التايب، منين؟ من سوبر، فين؟ في الاوفر رايد. طيب احنا عملنا اوفر رايد للتايب ليه؟ التايب اللي احنا هنعدل عليها اللي هي اصلا فوق اللي هي دي تمام. يبقى احنا كده هنشتغل على نفس التايب، هتاخد بالك مدي نفس اللون ان دي كده بترجع لدي تمام. طيب غير كده شباب اللي احنا عملنا لها اوفر رايت اصلا هتبدا انها تشتغل فوق، يعني احنا هنا محددنا دي مع دي مش هتشتغل هنا، بس هتشتغل الداتا دي هتروح للداتا دي في الاوفر رايت اوتوماتيك هتروح للداتا دي. بس طبعا باقي نقطه بسيطه ان احنا نحط السيميكولون هنا والسيميكولون هنا عشان ما يجيش اي ايرور. بعد كده نروح للفويد مين، هنعمل مثلا فار، الفار ده هيكون مثلا للريزولت اوكي تمام، وهيكون بيساوي بابش تمام جميل. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا اكسس من الريزولت على ال مثلا النيم تمام، بعد كده هنأكسس برضو على الريزولت، هنأكسس على التايب بالشكل ده كده تمام تمام. طب احنا كده عملنا ايه؟ انا كده اكسست على التايب واكسست على النيم، خد بالك يا معلم هي اصلا التايب متسيفه في الاوفر رايد، والداتا اللي جوه الاوفر رايد اللي هي النيم والتايب الاثنين دول يا شباب اصلا موجودين فوق تمام، والنيم دي اللي هي في السوبر في الاوفر رايد هنا. يبقى احنا كده مش محتاجين الريزولت اللي هي دي كده. واحد هيقول لي طب ما هي كده مش هترن معانا، هقول لك لا، ما احنا لما سيفنا الداتا بتاعت النيم والتايب جوه الاوفر رايد احنا عملنا اوفر رايد للتايب، ولما خلينا التايب يطلع قلنا ان التايب ده يطلع معاه كمان النيم. فين ده؟ هقول لك في الاوفر رايد اهو، قلت يطلع النيم بعد كده يطلع داتا معينه. ممكن اجي هنا برضو واقعد اقول له مثلا رساله ثانيه، الرساله دي هتكون برنت مثلا دن مثلا تمام، مثال يعني تمام. طيب فكل ده فين يا شباب؟ جوه التايب. يبقى انا كده عدلت قيمه التايب، عملت لها اوفر رايد، عدلت عليها، خد بالك ده كله بنفس اسم الفانكشن اللي فوق، كل ده متسايب جوه منها. تعالى بس نرن عشان انا حاسس ان في ايرور هنا، مش عارف ليه احساسي كده بقول ان في ايرور هنا، هيطلع دلوقتي تمام. في ايرور بسبب ان الريزلت ده في حاجه غلط اوكي، عشان ما حطيتش السيمي كولون، بحط السيمي كولون. مش انا قلت لكم احساسي قال لي ان في حاجه غلط تمام. هو المبرمجين بيبقى عندهم احاسيس لما بيبقى في ايرور بيحس بيه. في ايرور تاني برضو، الايرور بسبب ان الريزلت هنا ده هو اصلا قال لي ان هو الايرور هنا بسبب ان السيمي كولون مش محطوطه هنا وانا حطيتها تحت، يعني هي كانت ناقصه تحت وكانت ناقصه فوق. معلش بقى يا شباب انتوا عارفين بصور الساعه كام؟ بصور الساعه 5 الا تلت الفجر، يعني ده رابع خامس فيديو او سادس فيديو تركيب متواصل، انت فاهم؟ فيديو في فيديو في فيديو في فيديو تركيز بقى. فادعوا لي والله انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اقصرش معاكم تمام. المهم النتيجه ظهرت يا معلم وكله تمام. خد بالك من دن، كله كوم بقى ودن دي كوم تاني. انا دن دي حطيتها فين؟ حطيتها في التايب. التايب اللي حطيت فيه ايه؟ حطيت فيه النيم والتايب. طب الاثنين دول عملت لهم ايه؟ عملت لهم رن من الفويد مين، حطيتهم في فاريبل اللي هو الريزلت، وبدات ان بدات ان انا ارن على طول. طيب كل ده جبته منين؟ جبته من التايب اللي انا عملت لها اوفر رايد. طب هل التايب دي موجوده؟ هقول لك اه موجوده فوق وفيها قيمه اللي هي اصلا اللي هي دي كده. طيب يبقى انا كده عملت ايه يا شباب؟ عملت رن للتايب اللي فوق دي اللي هي دي اهي تمام. بعد كده بدات ان انا اسيف داتا تانيه جوه منها. ممكن كده انا يعني اللي انا عملته كده اللي هو ايه، خليني اقول لك كده اللي انا عملته ده حاجه اسمها بالبلدي كده اوفر رايد
تمام كده. يبقى انا كده عملت اوفر رايد للداتا دي. خلينا نحط سيمي كولون نبدا ان احنا نرن ونشوف. تمام، هتلاقي هنا دان اوفر رايدد. ليه؟ لان انا كده حطيت الداتا دي جوه التايب. فهمت قصدي؟ يبقى انا كده عملت ايه، حطيت داتا جوه التايب دي وعملت لها اوفر رايد، رغم ان التايب دي اصلا فانكشن موجوده بالفعل قبل كده، بدات بس ان انا اعدل عليها. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نستخدم سوبر في المثال ده والمثال اللي فات، عرفنا يعني اوفر رايد. وخد بالك انا كده شغال في كلاس عادي جدا، لو جيت مسحت الكلام ده كده بدأت ان انا امسح الابستراكت كلاس واعمل رن، انا كده شغال في كلاس عادي خالص، مفيش اي اختلاف ما بينه وبين التاني. بس القصة كده او الفرق ما بين ده وما بين التاني، ان التاني بيكون منظم شوية، بتبدأ ان انت تعدل حاجات معينة فيه، لو حطيت برضو ابستراكت هيشتغل مفيش اي مشاكل. تمام، طيب ايه الفرق وايه الاختلاف؟ هتلاقي في حاجة اسمها هتواجهك قدام ان شاء الله يعني لما نتعمق في فلتر، حاجة اسمها ابستراكت وحاجة تانية اسمها انترفيس. هناخد الحاجات دي ان شاء الله قدام، بس الحاجات دي عايزة طبعا يعني شرح عملي. تمام، انا مش بكتب لي انترفيس. طيب هتلاقي حاجة اسمها ابستراكت وحاجة اسمها انترفيس، وهتلاقي برضو ده كله كده. تمام، اللي هو البيرنت كلاس ده كده بيساوي مثلا بيرنت كلاس، كل ده طبعا يعني اتعلمناه النهارده. تمام، طيب في نفس الوقت قلنا برضو خدنا مثال على سوبر والاوفر رايد. تمام، ده باختصار الفيديو، اخر فيديو بقى في دارت، حبيت يعني اوضح لكم كل حاجه. فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون واضح، بتمنى الشرح يكون خفيف. خلاص كده كل اللي احنا درسناه ده عليه اختبارات بالكامل على تليجرام، لينك الاختبارات هتلاقيه على طول في الديسكريبشن فوق خالص، افتح بس الديسكريبشن على الوصف بتاع الفيديو ده، دوس عليه هتلاقي لينك الاختبارات، دوس عليه هحولك لتليجرام، هتلاقي خمس نظام اجزاء، الجزء الاول اللي خدنا فيه الحاجات اللي في البدايه، الجزء الثاني الثالث الرابع الخامس، ده الخامس، ده الجزء الاخير والخامس. هتلاقي مثلا كل خمس ست حلقات في اختبار لوحدهم. تمام، فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى يكون واضح، ونشوفكم في الفيديو الجاي بقى ننزل فلاتر اس دي كي ونبدا نكريت اول بروجكت حقيقي بالشغل اللي احنا اتعلمناه ده كله. تمام، ده باختصار الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.